قصري داك السكسو بالدجاج شحال بالدجاج عاودت هي على 25 فرنك راه الدجاج هو غلا مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث الصباحي والمباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من قلب سوق شعبي. غادي نقربكم من الأثمنة ديال الخضرة ديال كسكسو وغادي نشوفوا بشحال غادي تقدر تقام القصري ديال كسكسو يعني كاملة مكمولة على الأسر المغربية. خاصة دابا حنا ولينا كنشوفوا واحد ارتفاع كبير للأسف في الأثمنة ديال الدواجن وفي الأثمنة ديال اللحوم الحمراء، فبالتالي هذا الشيء هذا كيطرح واحد المشكل كبير على الأسر اللي ما يعني القدرة الشرائية ما كتبقاش كتناسب يعني الارتفاع الكبير في الأثمنة. السلام عليكم أسيدي. السلام. لاباس عليك. لاباس بخير. لاباس الحمد لله بارك الله فيك. أسيدي عافاك من الأثمنة ديال الكسكسو اليوم. أش بغيتي شمن الثمن؟ اللي ب 160. 160. خيز 4 دراهم. إيه. وكاين اللي 4 دراهم. إيه. شنو خاصك ثاني؟ السلاوية. السلاوي 8 دراهم. أها. القرعة 8 دراهم. الجورجات. 8 دراهم. هي 8 دراهم. أييه. 8 دراهم هذه هي 8 دراهم. خيزو. خيزو 4 دراهم. 4 دراهم والقرعه الحمراء. القرعه كاينه 8 دراهم. 8 دراهم. اييه. اللفت كاين 8 دراهم. واخا سيدي دابا شنو هي الخضره اللي مرتفع شويه في الثمن؟ اللفت غالي، اللفت غالي بزاف. الغفت راه الصفار داير 12 درهم في المارشي. اللفت صفر. أيه. ما عندكش هنايا لا كاين، ولكن ما جناش داك الشيء. الا بغيتي الثمن يكون ندير راه. واخا شحال دايره اليوم؟ شنو هي؟ بطاطا. البطاطا اليوم دايره 100 دريال 110 في المارشي. واخا قبل كانت القرعه الحمراء كندير 10 دراهم، اليوم كنشوف راه موجوده القرعه ملي كتوجد كدير 8 دراهم، داكشي على الموجود. كاينه القرعه 6 دراهم، كاينه وكاين المليح كله واش. واخا سيدي دابا حنا كنشوفوا ان الخضره نوعا ما شويه منخفضه في الثمن ياك بالمقارنه مع الايام اللي فاتت، ولكن فاش كنمشيو للاسواق باش كنشوفوا الاثمنه ديال الدواجن وديال اللحوم كنلقاوها مرتفعه ديما غادي طالع المواطن. مثلا انا مواطنه جيت باش نتقدى عندك الخضره ديال كسكسو. اييه. باش ندير واحد القصريه. اييه. انت بشحال كتشوف بانها تقدر تقام عليا؟ قصريه فيها وفيها. اها. قصريه فيها وفيها. اييه. اش بغيتي قصريه كبيره فيها كيلونس ديال اللحم فيها؟ ها انت نبداو بالقصريه ديال العائله. يعني عائله عولي على 6000 ريال 30000 فرنك. 30000 فرنك. 6000 ريال. اه. دابا اليوم قصري كسكسو غتقام ب 6000 ريال. 6000 ريال. شنو غنقدروا ناخذوا فيها؟ غتاخذي كيلونس ديال اللحم. اييه. غتاخذي 50 درهم ديال الخضره. اييه. غتاخذي 2 كيلو ديال الكسكسو. اييه. ايوا وصل 6000 ريال. صافي وصلت 6000 ريال. ايوا فيزا غتوصل. بلا لبن ولا مع اللبن ولا؟ هو فينا واللبن، اللبن ها هو فينا واللبن، كيدير 6 دراهم راه. ها اللبن ها الزبده كلشي كاين. واخا وإلا بغينا نديرو قصري ديال كسكسو بالدجاج شحال؟ بالدجاج عاودت هي على 25000 فرنك، راه الدجاج هو غلا. 20 فرنك 25 داكشي على شوفي شحال غديري ديال الخضره وشحال واش عائله واش واحد واش جوج واش كاين ناس بيناتهم مختلف داكشي. حنا عارفين اسيدي انه العائلات نهار الجمعه كيكونوا كيتجمعوا يعني كاين اللي كيتجمعوا كيبغوا يصيبوا قصريه كامله بقوامها بسبع خضاري. أيه. دونك الا كانت باللحم 300 درهم وبالدجاج 250 عاودي على 250 شويه حتى الدجاج راه غلا 540 500 راه غالي الدجاج. وإلا كان مثلا غير واحد جوج افراد ولا ثلاثه الناس باغيين يصيبوا قصير 100 درهم 100 درهم ثلاثه الناس 100 درهم 100 درهم 100 درهم للاسف يعني سميتو كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تيفي الاثمنه مازال يعني في ارتفاع كبير للاسف الى حدود الان. حنا كنشوفوا انه القرعه الحمراء كما قال لنا 8 دراهم، يعني الاثمنه ديال الخضر مشاهدي قناه شوف تيفي يعني نوعا ما الثمن ديالها متذبذب، لكن الثمن ديال الدواجن والاثمنه ديال اللحوم الحمراء هي السبب في هذا الغلاء هذا ديال القصري ديال الكسكسو. وصلنا لنهايه هذا البث، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. بالسلام عليكم.